طيب السائل بيقول ثلاثة فوائد من الهجرة النبوية. الفائدة الأولى أن الدين مقدم على الوطن، وهذه من أعظم الفوائد فيما يتعلق بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من مكة ما خرج منها رغبة، إنما أخرج منها من شدة الضيق اللي لقوه في مكة. يوم من الأيام وكان يصلي في الكعبة عليه الصلاة والسلام، وجاء إليه ثلاثة من صناديد قريش من الكبار عندهم، قالوا من يأتي بسلى جزور بني فلان. بتعرف السلة بتاع الجزور؟ السلة البهيمة الناقة لما تلد بتطلع منها خراجة كده بعد الولادة، ده بسموه السلة، سلة الجزور. قالوا من يأتي بهذا ويضعه على رأس محمد. تخيل إنسان ساجد لله عز وجل، راكع وساجد لله، دارين مش يجيبوا الوسخ بتاع البهيمة كبهم فوق لرأسه عليه الصلاة والسلام. فقام عقبة ابن أبي معيط وكان أشقى القوم، مشى جاب السلة بتاع الجزور وجعله على رأس النبي عليه الصلاة والسلام. قبيح مقبوح كافر لعين. فاستد بالنبي صلى الله عليه وسلم الأذى، أخرج من مكة وذهب المدينة، وآواه أهل المدينة ورحبوا به وأقام دولة هناك وانتشر الإسلام. فيبقى يا أخواننا العلماء قالوا من الفوائد إن الدين مقدم على الوطن. تراب ده دينك أهم لك. هسه واحد تلقى في بيتهم الجماعة شغالين له يجيبوا الحجبات والمحايات ويجيبوا الفقيه في البيت، فهمت؟ وتلقى بيضهم يقولوا له شوف يا ترضى معانا وتعيش في وسط النوبات والكشاكيش والعقايد دي، يا تختانا وتفوت. يقول لهم لا ما بقدر افوت بلدي يا اخي، فوت يا زول امرك، مش بيت زي ده ما تقعد فيه، امرك طوارئ. والنبي صلى الله عليه وسلم فات مكه، بلدكم دي مكه؟ ما تقول لك يا اخي حلتنا يا اخي، ارض الجدود والابي ابياتا. يا امرك النبي صلى الله عليه وسلم فات مكه، دي افضل البقاء الى الله. مرق فات، بعد ذاك ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه. فيبقى يا اخواننا من الاشياء المهمه مفارقه الوطن من اجل سلامه العقيده. الفائده الثانيه من فوائد الهجره ان الولاء والبراء على العقيده. لانه النبي صلى الله عليه وسلم اهله ده التقى شاكلوا في شنو؟ واللي حاربوا ده التقى منو؟ ده اهله. رحمه. ابو لهب ده كان ماشي وراه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي للاسواق، ياتي الى سوق ذي المجاز وغيره من الاسواق، كلم الناس ويدعوهم الى التوحيد. ابو لهب ماشي وراه. اول ما يجي يتكلم مع ناس يقول لهم هذا كذاب لا تصدقوه. بلاش ولا عدا ده كيف؟ ده عمه طوالي لا في، واساء للنبي عليه الصلاه والسلام واساء للاسلام. وفي النهايه الولاء يا اخواننا والبراء يكون على العقيده، ترجض العقيده تمام، فهمت؟ وما تجامل في التوحيد. ناس اللي بيسووا لك مداهنات، النبي عليه الصلاه والسلام ما كان يداهن كفار قريش، ما قال لهم بس اعبدوا الله وحده لا شريك له وسكت. خد بالك في معلومه مهمه اضافها، معلومه مهمه ودي من صلب العقيده. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الطواغيت بتاعتهم، لانه ده كلام ممكن الليله ناس من العاملين فيها سلفيين عنده دين وكده يجي يقول لك يا اخي احنا بنشتغل توحيد زيكم يا اخي. كويس تقول شنو؟ يقول لك وانا بتكلم بقول للناس ادعوا الله ونادوا براو وما تشركوا معاه واحد. ايوه كده بس انتهى الموضوع. ده كويس لكن ما انتهى لسه، في ثاني زياده. ربنا قال ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تعرف الحته دي تمحن المشاكل هنا، الجبال ديك ما فيها مشاكل. اعبدوا الله، انت قال كفار قريش لو قال لهم اعبدوا الله بيقول لا هم قاعد يعبدوا الله ذاتهم، انت قال ما بيعبدوه. ربنا قال وما كان صلاتهم عند البيت، ده اللي بيصلوا في البيت، الا مكاء وتصديه، صلوا بحجه، فهمت؟
وبتقربوا وبيذبحوا، ده بيعبدوا اللهم. لكن المشكلة وين؟ قال واجتنب، اجتنب الطاغوت. أول ما تقول لهم ده المشاكل بتدور طوالي، ولك يا مولانا أنت من قبل ما كويس ما تتكلم في جماعتنا ديل، بس كلام في جماعتكم ديل ده الموضوع ذاته. تقول لهم أدعو الله، ما تدعي البراي. طبعا طوالي الشكل بتدور في الجامع، يا مولانا لا تذكر الأموات، يا ناس أنا قلت لكم شو ناسة، ما تدعو البراي. حبوبتي أنا ماتت برضو، ما تدعي حبوبتي أنا في حاجة، ما تدعو عيسى ابن مريم، ولا تدعو إسرافيل، ولا جبريل، ولا ميكائيل. كده أنا نبست واحد هسه، أنا ما نبست واحد منهم، لكن قلت لك ما تعبدوا. أنت بترضى؟ هسه أخش أقرب مسجد تحت جانية، قول لهم يا ناس الله واحد؟ أيوه أقول لك الله واحد. بتعبدوا الله؟ أقول لك إحنا شايفنا قاعدين بنسوي فيش ناسة، مش بنصلي؟ بنعبد الله ما في مشكلة. بتعبد احمد تياني؟ يقول لك اوعى تنبس والعكاز بيجيك ما بيقبل لك. دي المشكله هنا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم الحرب دارت معاه من كفار قريش بتين، انت قايل الحرب اللسان والعداوه بتين. تحدى كم شاقر كتب السيره، ودي معلومات بيختلفوا معانا بين ابدقون كتار جدا، بيدقنوا تلقاه محننه مرات، فهمت؟ وجايب لك عيون خضر. شوف المعلومة دي مهمة، متى اختلف كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم والعداوة؟ هم من الأول في اختلاف، لكن العداوة بارزوا بالعداوة بتين. أمشي أقرأ كتاب السيرة لمحمد عبد الوهاب، قال فلما سب آلهتهم وعاب دينهم شمروا له عن ساق العداوة. تقدر تختلف مع كتب السيرة كمان والتاريخ. كلام ده جابه ابن كثير في التفسير، انت قريته؟ عامل فيها بالشدة غلقبة ولهم خشبه كده، وإنه وهذه المشألة قال فيها. يا شوف شغلتك، انت قريته وين ذاته القراق منه؟ أمشي أقرأ تفسير السعدي، بتعرفه؟ أمشي أقرأ كتاب السيرة لابن هشام، ده محل الخلاف هنا. شمروا له عن ساق العداوة لمن قال لهم ما تعبدوا المعبودات بتاعتكم دي. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. الأخرى معناها شنو؟ دي نوع من أنواع الإهانة لها. الأخرى المتأخرة أي الدنيا. ده مش كله قاله النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما يقعد يعمل لك لخبطة ساوي، ده ما فاهمين سيرة ولا فاهمين أي شيء. على أي حال دي بعض الفوائد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والفوائد كثيرة يا إخواننا، منها اتخاذ الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاي يهاجر من مكة إلى المدينة ما طوالي كده بس من محله، ممكن ربنا ينقله يا إخواننا، ما في معجزات، ربنا بينقله ممكن من مكانه ده كده طوالي هناك في المدينة، بس ربنا ممكن ينقله جبريل يشيله من هنا لحد هناك كما حصل في الإسراء والمعراج، ممكن ده يحصل. لكن هنا في تعليم للأمة إنه تتخذ الأسباب، مع إنه نبي من الأنبياء ومحاط عناية من الله سبحانه وتعالى، بعد ده يخش الغار ويختبئ من المشركين ويتخذ سبيل آخر، وتجي الغنم بعدي وتمسح الدرب إلى آخر الأمور، من اتخاذ الأسباب يا أخواننا. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.